أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأجدد الترحيب بمختار رحبي مستشار وزير الإعلام، وسيكون معي أيضا عيسى المسلم الناشط السياسي من سقطرى. مختار، كنا قد تكلمنا عن البيان ولغة أن الطلب كان من المملكة السعودية وليس من الإمارات، وأن على السعودية أيضا أن تحل مشكلتها مع الإمارات أو الإشكال باعتبار أنها هي من استدعتها. هو بالفعل يعني التحالف العربي هو بقيادة المملكة، بالتالي أي إشكالية تحصل في إطار التحالف العربي تكون المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن كل هذه، عن ما يحدث. لكن بالفعل احنا حريصين على المملكة وحريصين على أن لا يتشظي التحالف العربي، ونعرف أن الملف اليمني متشعب وهناك ضغوطات وهناك ابتزاز غربي للمملكة العربية السعودية، لكن أيضا لن نقبل بأحد أن ينتهك السيادة، ولن نقبل بأحد يمارس على القرار السيادي، يحاول أن يمارس السيطرة على القرار السيادي، أيضا أن يقوم بانتهاك للسيادة الوطنية. السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن نقبل لا من قريب ولا من بعيد ولا من شقيق ولا من أحد أنه يقترب من القرار السيادي أو يعبث بالأراضي اليمنية أو يعمل ما قامت به الإمارات باليمن. بالمناسبة حتى لو كانت أي دولة أخرى قامت بما قامت به الإمارات العربية المتحدة كان موقفنا سيكون أقوى من هذا الموقف، لأنه لا, 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 لا يمكن القبول بما قامت به الإمارات وحتى وإن كانت دولة أخرى قامت به. بالتالي أنا أعتقد أن الموقف سيكون تصاعدي، سيتصاعد الموقف. كيف كان البيان؟ كيف توقع غدا؟ البيان الحكومي كان بيان واضح أن هناك إشكالية مع الإمارات، لأنه من قبل لم يتحدث أحد من قبل أن هناك فعلا إشكالية مع دولة الإمارات. البيان الحكومي الذي أصدرته الحكومة وتم نشره طبعا في وكالة الأنباء اليمنية سبأ تحدث أن هناك إشكالية، أن هناك أزمة، أن تحدث أيضا ما حدث في المطار، وهذه طبعا لغة كانت لغة قوية. أيضا بيان الأحزاب أيضا بيان هو يمهد لاتخاذ إجراءات واتخاذ أعتقد موقف سيكون موقف قوي جدا. أتحدثت أنا قبل أيام أنه الحكومة والدولة ورئيس الدولة حينما يخرج لن يخرج ليحلل الأزمة ولن يخرج ليشرح للشعب، هو رئيس الجمهورية حينما يخرج سيخرج لاتخاذ قرار، هو يتخذ قرار لأنه هو صاحب الشرعية وهو أيضا من استدعى التحالف وهو الذي يستطيع أن أيضا يقلب الطاولة على الجميع ليس فقط على الإمارات العربية المتحدة. بالتالي أنا أعتقد أنه في حال لم تنسحب الإمارات العربية المتحدة من وجودها العسكري من سقطرى أعتقد أن رئيس الجمهورية وكذلك الشرعية سيكون لها موقف قوي، وهذا الموقف لا يوجد هناك أي موقف إلا أن تتخذ موقف بمطالبة المملكة وقادة التحالف العربي بإعفاء الإمارات من تواجدها في اليمن، ليس فقط في سقطرى فقط وإنما في اليمن، لأنها أصبحت عبء في عدن. راحت ودعمت انقلاب على دولة رئيس الوزراء وعلى الحكومة الشرعية، وقامت بقصف قوات الحماية الرئاسية، وقامت بإنشاء ميليشيات خارج إطار الدولة، قامت أيضا بإنشاء ودعم ميليشيات خارج إطار الدولة في شبوة في كل المناطق حتى تعز التي لم تتحرر بالكامل ذهبت إليها وتحاول أيضا أن تشكل حزام أمني وميليشيات أمنية. بالمقابل لنعمل مقارنة فقط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، الإمارات ما أن تحرر منطقة إلا وتقوم بإنشاء حزامات أمنية ونخب وغيرها. بالمقابل المملكة العربية السعودية حينما حررت ميدي سلمتها للمحافظ المعترف به والذي تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ولمدير الأمن وللقوات المسلحة وبحضور أيضا أحد القيادات السعودية الكبيرة في العسكرية. بالتالي هذا موقف المملكة تحترم الدولة، تحترم وجود الدولة، تحترم حتى رجالات الدولة. أما بالنسبة للإمارات رئيس الحكومة متواجد ومحللين سياسيين ومقربين من قادة دولة الإمارات يقولوا لماذا يذهب إلى سقطرى، يعني يقولوا لماذا يذهب رئيس الوزراء نعم لماذا وبالأمس يقولوا كما أن علي عبد الله صالح سلم الجيش للحوثيين لماذا لا تسلمون سقطرى وكأنها أرض للبيع والشراء والمزايدة. أقصد يعني هناك يعني تسطيح للأزمة، وهناك حتى البيان وزارة الخارجية الإماراتية تحدثت استغربت إدراج السيادة الوطنية اليمنية في الموضوع، وأنا أقول هنا أنه ما هو مفهوم السيادة لديكم، لكن البيان هو ينفي تماما المنازعة على سقطرى بين اليمن والإمارات، وكان أيضا محل الخوف، هذا البيان تطميني. وأيضا هي لا تقول الإمارات، هذا كبيان يعتبر سند، لا تقول أن هذه الأرض أرض مثلا أرض حتى لجمهورية جنوبية ناشئة قد تدعمها بزعامة عيدروس، هي سلمت تماما أنها هذه الأرض تتبع الجمهورية اليمنية، وهذا موقف جيد من وزارة الخارجية الإمارات. هو موقف جيد لأنه هذا هو الموجود أصلا، هذا هو الطبيعي أصلا، هذا الطبيعي يعني هي لم تأتي بشيء جديد. يعني هل كان من المعقول أن تقول أن هذه أرض جنوبية؟ الجنوب يعني ليس هناك دولة، ليس هناك دولة اعتبارية تمثل مثلا
جمهورية في الجنوب، وأيضا نعم. ليس هناك أي دعوة تاريخية أو سند قانوني لتقول أنها تتبع الإمارات، هذا طبيعي. نعم هذا شيء طبيعي، لكن هذا حل الإشكال. يعني أين المشكلة الآن مع الإمارات؟ المشكلة هي ليست مشكلة أنه أن اليمن أصبحت تتنازع مع الإمارات، هذه أرض يمنية وستظل يمنية اليوم وغدا وبعد غدا وإلى مئات السنين ستظل يمنية. هذه ممارسات نحن انتقدنا فقط أنها حاولت حينما ذهب رئيس الوزراء إلى سقطرة والتقى بالجماهير وخروج الجماهير بذلك الكم الهائل أقلق الإمارات وجعل من الإمارات تتوجس. الإمارات لها عامين وهي تشتري ولاءات وتصرف سيارات وتشتري أراضي وتشتري مشايخ وتشتري أعيان وتشتري مسؤولين في الدولة. حينما ذهب بن داغر خرجت سقطرة عن بكرة أبيها وهي تصرخ بالروح بالدم نفديك يا يمن، يا يمن نعم. هذا طبعا أقلقهم وهذه الرسائل وأرسلتهم، بالتالي لم تتحمل ولم تقم بإرسال القوة الناعمة. من قبل كانت تستخدم القوة الناعمة في سقطرة، هي تدخلت بشكل مباشر، لكنها تدخلت بشكل خشن وبشكل قوي نعم. ووجود الحكومة. ونذهب إلى عيسى المسلم الناشط السياسي من سقطرة يحدث عن هذه المظاهرات التي تخرج في سقطرة وللمرة الثالثة على التوالي، وخرجت يوم الاثنين مظاهرة كبيرة مؤيدة للرئيس وأيضا للحكومة. عيسى، ما هي مطالب هذه التظاهرات الكبيرة في سقطرة؟ أمسي عليك بالخير وعلى الضيف الكريم. المظاهرات المؤيدة التي خرجت من أمس الرجال وقبلها النساء كلها تطالب أو كلها تؤيد فخامة المشير الركن عبد الرب المنصور هادي والحكومة الشرعية المتواجدة على أرض أرخبيل سقطرة. التأييد في ظل مفاجئ. نعم عيسى، يبدو أن هناك أيضا بداء. عيسى أسمعك. تمام نعم واصل. في هذا في ظل رجال قوات إماراتية مفاجئة لمطار الخبيب في قطرة بمعدات وأغراض. يأتي هذا التأييد اليوم وسط سخط شعبي لهذا الدورة الإماراتي الذي تقوم به الإمارات في الخبيب في قطرة. نعم عيسى. أيوة معك. نعم كيف هو الآن الأجواء داخل سقطرة خاصة مع خروج هذه التظاهرات المؤيدة للحكومة؟ هل هناك جديد؟ هناك تحركات؟ نعم عيسى، هناك تظاهرات تؤيد الحكومة وهناك أيضا مجامع خرجت للقول أنها أيضا تؤيد الإمارات، كيف الوضع الآن؟ هل هناك توتر؟ هناك تحرك عسكري جديد؟ أم ربما الوضع على ما هو عليه؟ الحكومة باقية في الجزيرة وهناك أيضا سيطرة عسكرية إماراتية على الميناء والمطار، هل من جديد؟ لا، هو ما زال الوضع كما هو عليه، ما زال المطار والميناء تحت قبضة الإخوة الإماراتيين، ما زالت السيادة في الحالة الجزيرة في هذين المنفذين منتهكة سياد طارق. التوتر يعني ما زال هناك استقطاب حاد في أوساط المجتمع في الخليج في فترة ما بين شراء ولاءات يعني متابعة استقطاب الحقيقة للأهالي في شراء ولاءات لدعمهم وتأييدهم للإمارات بما تقوم به في انتهاك هذه سيادة الدولة في اليمن. نعم عيسى المسلم الناشط السياسي من سقطرة، شكرا لك. مختار، الحديث عن شراء ولاءات وما الذي تريده الإمارات من خلال هذا الأمر؟ قامت الإمارات حينما ذهبت إلى سقطرة كانت طبعا تحت غطاء المساعدة الإنسانية والقوة الناعمة، قامت بشراء الولاءات وقامت بإرسال جنود للتدريب لعمل حزام أمني. تصور حزام أمني داخل سقطرة، سقطرة التي هي بعيدة كل البعد عن المشاكل الأمنية، عن القلاقل، وهناك وفيها سلطة، وهناك أمن قائم، وفيها أمن قائم ومدير أمن، ويوجد هناك جيش، ويوجد هناك لواء مشاه بحري. والوضع، أنا زرت سقطرة لا يمتلكوا حتى سكين، السكين لا يستخدموها، حتى الجناب اليمني لا يستخدموها. بالتالي استخدمت القوة الناعمة بأولا شراء الأراضي
وأخذ بعض الأشخاص من أبناء سقطرة للعلاج في الإمارات العربية المتحدة، أيضا التجنيد، صرف الرواتب، شراء الأراضي. تصور أنهم ذهبوا إلى منطقة في سقطرة يوجد فيها مكان خاص لرئيس الجمهورية، وقاموا بشراء الأراضي التي هي بجواره بالكامل، وذهبوا إلى المحمية الطبيعية وعبثوا بالأشجار، عبثوا بكل شيء. والبعض يقول أن هذه كلها دعايات وكل هذا لا يمكن تصديقه، وهذا حاصل. الباخرة الإماراتية كانت تتواجد في الميناء، وكان يتم نقل كل ما يتم نقله، لا أحد يعرف ما يتم نقله، ولا ما يدخل ولا ما يخرج. تصور أنه حتى حينما تريد أو ترغب بزيارة سقطرة لا تستطيع أن تذهب إليه إلا عن طريق أبو ظبي، وأبو ظبي تقوم بتنسيق الرحلات من أبو ظبي إلى جزيرة سقطرة. بالتالي هناك عبث كبير، وهناك للأسف الشديد أنه طوال الفترة الماضية كان هناك صمت مريب من الجميع، وهذا طبعا مشكلة. وأنا تحدثت لو تتذكر أخي عبد الله قبل ثمانية أشهر تحدثت أنا وأنت في نفس البرنامج، تحدثنا أيضا عن الإمارات وعبث الإمارات. استمر هذا العبث حينما صمتنا عليهم في عدن وتشكيل الحزام وتشكيل الميليشيات، وصلنا إلى وضع لا يحمد عقباه، ووصلنا إلى وضع ما يشبه وضع الاحتلال القائم لجزيرة سقطرة. ننتظر موقف إيجابي من الحكومة والالتفات، وحينما التف الجميع، أنا فعلا تفاجأت من الجميع، جميع الأحزاب، جميع الناشطين، الجميع ترك كل الخلافات ما بيننا البين، واتحدوا جميعا على موضوع السيادة الوطنية، على موضوع أن الإمارات فعلا اقترفت جريمة بحقنا نحن كيمنيين، وهي المفترضة التي كانت جاءت لتساعدنا من أجل التخلص من الحوثيين. أيضا هناك نقطة مهمة جدا، البعض يربط ما بين موقفنا من الإمارات والموقف من الحوثي، ويقول هل بالإمكان نعود للحوثي؟ هذا طبعا غير مقبول نهائيا أن نعود للحوثي. الحوثي العدو الأول، لولا الحوثي ما جاءت الإمارات ولا جاءت تعبث باليمن ولا جاءت غيرها تعبث باليمن. نعم. الحوثي هو العدو الأول والذي دمر اليمن وقتل اليمن والذي جلب الجميع إلى اليمن. بالتالي هذا لا يمكن الحديث عنه، لا يمكن المقارنة بين بين الاثنين. لكن هناك القول أن الطلب يعني رمي الكرة تماما في ملعب السعودية بدون اتخاذ موقف. الحكومة هي المسؤولة من الشعب اليمني، إذا لم تتحرك السعودية مثلا، هل ستتخذ الحكومة اليمنية موقف بمعزل عن السعودية وهي قادرة أن تتحمل تبعاته؟ لا أعتقد أن الحكومة ستتخذ قرار بعيدا عن المملكة. سيحدث هناك تنسيق، اللقاءات مستمرة، ورئيس الجمهورية يتواصل بشكل دائم مع ولي العهد وكذلك مع الملك وكذلك مع القيادة السعودية، وهناك تنسيق دائم. لكن في حال لم يتم اللجنة لم تضع التقرير، أو لم يتم التفالت التقرير، أو لم يتم أيضا اتخاذ قرار من قبل التحالف وبقى الوضع على ما هو عليه، الحكومة والرئيس الجمهورية يعني مطلوب منه موقف، وليس موقف تبرير فقط. لا نريد تبرير، والجميع لا يريد تبرير، لأن الموضوع أصبح خارج السيطرة، وأصبح هناك لم يعد هناك مشكلة ممكن تلافيها، أصبح هناك قوات خارج التنسيق، وأيضا قوات تعتبر معتدية على أرض الوطن وعلى أرض الجمهورية اليمنية. لا يمكن القبول إلا بإعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق، وهو ما تحدث به دولة رئيس الوزراء في بيانه أنه لا يمكن. وأيضا هناك صدرت توجيهات من رئيس الجمهورية إلى الحكومة أن لا تخرج من سقطرة إلا بعد أن يعود الوضع إلى ما كان عليه في السابق. الحكومة ستبقى في سقطرة، اجتماع غدا، هل سيتخذ موقف أم سيطلب من المملكة السعودية اتخاذ هذا الموقف؟ يعني أنا أعتقد أنه ستبدأ كما قلت لك قبل قليل، سيبدأ الموقف تصاعديا، لن يكون اتخاذ موقف يعني بشكل يعني يتم اعتذار التحالف. نعم، سيكون هناك يعني تصاعديا، يعني ممكن سيتم تقديم طلب للتحالف العربي للنظر في القضية وحل المشكلة، وفي حال لم يصل التحالف أو لم يتم حل المشكلة أعتقد أن الحكومة ستتخذ موقف حتى وإن كان بعيدا عن الجميع. نعم، ننتظر إذن اجتماع رئيس الجمهورية بمستشاريه، ونتمنى أن تحل هذه المشكلة في إطار التحالف العربي. نعم، والتحالف العربي لا يزال مهم بالنسبة لليمن. نعم، نحن حريصين على التحالف العربي، وحريصين أيضا على المملكة التي تربطنا معها علاقة استراتيجية وعلاقة تاريخية وعلاقة أشقاء وجيران، ونحن حريصين عليها ونثق فيها، كل الثقة بالمملكة العربية السعودية. نعم، مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، شكرا لوجودك معي هذا المساء. أشكر أيضا أعزائي المشاهدين عيسى المسلم الناشط السياسي من سقطرة، وكذلك أيضا محمد السدح مستشار محافظ صنعاء الذي كان معي أيضا من القاهرة. شكرا لكم أنتم بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين، على أمل لقاء بكم في حلقة أخرى من حديث المساء، وفي أمان الله.